بسم الله الرحمن الرحيم. ميعادنا مع السؤال العاشر. في أي انترفيو السؤال ده اتكرر كتير جدا، إيه يا باشمهندس الفرق بين السمل والميدة والشداد؟ الإجابة بمنتهى البساطة يا باشمهندس، اركن الشداد على جنب هقول لك عليها دلوقتي. تعال بقى للميدة أو السمل. الميدة أو السمل هما عنصر نفس الشكل بس بيختلف التسمية باختلاف الاستخدام. تختلف التسمية باختلاف الاستخدام. يعني انت دلوقتي عندك قاعدتين رابط بينهم بقمر، رابط بين القاعدتين بقمر، القمرة دي هل هي سمل ولا ميدا؟ رقم واحد، لو انت عامل القمرة دي عشان توازن عندك الهبوط النسبي بين القاعدة، يعني انت خايف احسن قاعدة تهبط اكتر من التانية، فبتربط بين القاعدتين بقمر. القمرة دي في الحالة هتبقى اسمها ايه يا باشمهندس؟ هتبقى اسمها ميدة. هتبقى اسمها ميدة. يعني انت لو عامل القمرة دي عشان تربط بين قاعدتين عشان تتفادى الهبوط النسبي بينهم، يبقى القاعدة دي، يبقى القمرة دي اسمها في الحالة دي ميدة. طيب لو انت عامل القمرة دي الارض بتاعتك كويس مفيش هبوط، مش هيحصل اي سيتلمنت عندك، مذكور السيتلمنت المحتمل بزيرو. طب بس برضو انت عملت القمره دي، طب عملتها ليه؟ عشان تشيل حوائط الصيت الردم اللي فوقيها، او تشيل حوائط الدور الارض اللي فوقيها، او حوائط البدروم اللي فوقيها. في الحاله دي يا باشمهندس هتبقى اسمها ايه؟ هتبقى اسمها سمل، مع ان هي نفس الشكل. طيب تعال بقى نغير الشكل شويه. القمره دي اللي اسمها ميد، الميده لازم تبقى في منسوب القواعد بالظبط، يعني لازما تبقى ماسكه القعده، القعده من هنا والقعده من هنا. ممكن مثلا القعده تبقى 60 سم والميده تبقى 80 سم، مش مشكله، يعني تبقى اكبر منها، بس في الاول او في الاخر بدايه قاع القعده مع قاع السمل، والقعده كلها ال 60 سم مربوطه بالميده دي. في الحاله دي من حيث الشكل اسمها ميده. طيب السمل، السمل يقول لك والله ممكن يبقى في منسوب القعد يبقى زيه زي الميت. تاني حاجة ممكن يبقى أعلى، زي ما احنا عندنا في الصورة كده أعلى القواعد. في الحالة دي لما يكون أعلى القواعد يبقى هو كده مش ميت، أصل الميدة بتربط قواعد ما بتربطش عمدان. أنا دلوقتي رابط بالقمرة دي عمدان، يبقى في الحالة دي القمرة دي فقدت وظيفتها ان احنا نقول عليها ميت. يبقى في الحاله دي القمره دي اسمها ايه يا باشمهندسين؟ اسمها سمل. القمره دي في الحاله دي اسمها سمل. يبقى اول حاجه السمل من حيث الوظيفه بيشيل حيطه، الميده من حيث الوظيفه بتربط قمرتين، السمل من حيث المكان ممكن يبقى في مستوى القواعد، او ممكن يكون اعلى القواعد، او اعلى خالص يكون يربط بين العمودين. الميدة هي في مستوى القواعد، لازم أن تكون في مستوى القواعد. ده بالنسبة للوظيفة والشكل. الأحمال زي ما قلت لك، ده بالنسبة للأحمال، يعني الأحمال بيبقى عليها حمل إن هو يشيل السيتلمنت، ده بالنسبة للميدة، والحمل بتاع السمل بيبقى عليها أحمال حيط. التسليح بقى، أول حاجة إحنا عشان نمشي صح المفروض نصمم. أنت في الحالة دي انت عايز تعمل قمر تربط بين قواعد، طب هتقول لي طب والله القمرة دي هنربط بين قواعد، فيه سيتلمنت في القواعد، يبقى المفروض حضرتك تروح تعمل موديل على السيف وتحط القمرة دي وتحط وتعمل سيتلمنت القاعدة منهم، سيتلمنت مختلف، فرق سيتلمنت يعني بين القواعد، وتشوف المومنت اللي هيطلع عليها. هيظهر لك شكل مومنت، تقوم تاخد الماكسيمم وتقوم تسلح عليه، تقوم تسلح الشكل ده. هيقوم بقى واحد تاني يقول لا طب استنى، ما المومنت ده مين اللي قال لك ان المومنت ده صح؟ هقول له ليه؟ ما هو كده صح. هيقول لي لا وهو عنده حق، انت كده كده حاطط حيطه فوق الميد. الله، يبقى انت كده الميده دي اشتغلت معاك حاجتين، هتشتغل معاك حيطه عليها مومنت بشكل معين، وهتشتغل معاك القمرة دي هتشتغل معاك، القمرة دي هتشتغل معاك سمل على حيطة وعليها مومنت بشكل معين، وهتشتغل معاك ميدة عليها مومنت بشكل معين.
طب اعمل ايه؟ المفروض انك تدمج المومنت الاثنين مع بعض، او تعمل الموديل اللي هتعمل عليه الفرق الهبوط تحط برضه على حيط وتشوف المومنت اللي هيطلع لك. بيلاقوا الموضوع رخم شويه، بيلاقوا الموضوع رخم شويه، فبيقوم عامل لك ايه بقى؟ حط 4 في 16 فوق و4 في 16 تحت. ده بالنسبه لايه؟ للمنشآت السكنيه. المنشآت الاداريه يقول لك، او المنشآت الهاي رايز بيلدينج يقول لك حط 6 في 16 فوق وحط 6 في 16 تحت. والله المومنت جه فوق اهو، فوق في 6 في 16، والله المومنت جه تحت اهو، فيه تحت 6 في 16، ودينا ريحنا دماغنا، ولا هنصمم ولا هنعمل، لان هو حوار كبير عليها مش عارف، مره حيطه ومره مومنت، ممكن تبقى شغاله كده وممكن تبقى شغاله كده، بلا وجع دماغ. ده الفرق بين الميدا والسيميل، وجهان لعمله واحده، لكن لما يقول لك دي شايله حيط يبقى سمل. طب والله دي بتعمل يعني بتمسك قعدتين مع بعض، لا يبقى ميت. طب هي الاثنين يعني، هي ماسكه في منسوب القواعد، بتمسك الارض بتاعتك ضعيفه، فاحتمال يبقى في سيتلمنت، وفي نفس الوقت انا حاطط يبقى ميدا وسمل. هتقدر تقول عليها؟ ما تقدرش تقول عليها، هي فعلا ميدا وسمل الاثنين. الشداد بقى حاجه تانية خالص، ماليش دعوة بالميدة ولا السمل. الشداد ده بنعمله ايه؟ الشداد ده بمنتهى البساطة، الفكرة عندك في القواعد او الفوتينج، انت عندك قاعدة المفروض العمود يبقى في منتصف القاعدة بالظبط، العمود المفروض يكون في منتصف القاعدة بالظبط، الرفرفة من هنا يكون زي اللي هنا، والرفرفة اللي هنا تكون زي اللي هنا. طيب انت عندك عمود جار، العمود المفروض يبقى لازق في الجار تماما، يبقى انت في الحاله دي هتضطر انك تحط العمود بتاعك على حرف القعده. القعده اهي، ايدي اهي، هتحط العمود على حرف القعده. طيب يعني مش في النص. فبالتالي تخيل كده، العمود ده لما يجي على حرف القعده هيقلب القعده كده، هيقلبها. فبتعمل ايه انت بقى؟ تقوم حاطط شداد كاميرا هنا كده، تربط لك القعده اللي عايزه تتقلب دي بقعده داخليه، تربط القعدة اللي هي عايزة تتقلب أو قعدة الجار بقعدة داخلية. في الحالة دي مش هينفع نقول إن إحنا نحط 6 في 16 فوق و6 في 16 تحت، لا لازم نشوف أقصى مومنت عليها ونصمم الكاميرا دي. يبقى من ناحية الوظيفة اللي هو الشداد، يربط الشداد بين قواعد عمود الجار وأقرب قعدة داخلية حتى لا تنقلب قعدة الجار لترحيل العمود عن مركز القعدة. الاحمال، الاحمال اللي عليها مقاومه العزوم الناتجه عن ترحيل عمود الجار او احمال الحوائط ان وجدت، زي ما قلت لك بالظبط. بالنسبه للتسليك، الحديد الرئيسي هو الحديد العلوي، لان معظم المومنت زي ما انتم شايفين في الشكل بيبقى علوي، معظم المومنت بيبقى علوي، لتحمل العزوم الناتجه في منتصف البحر نتيجه ترحيل العمود. بالنسبه للمنسوب بقى، منسوب القواعد، تنفذ الشدادات في منسوب القواعد المسلحه ويكون ارتفاعها حسب التصميم، اللي هو الدبس يعني بتاع الكاميرا، احنا بنسميها هنا كاميرا او جسر على حسب التصميم. ده كان بالنسبة للسؤال العاشر. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.